من ميدان الدستور لسباقات الهجن هنا بانطلاقة أشواط صباح هذا اليوم ضمن الأشواط المقررة في السباق الصيفي هنا على أرضية هذا الميدان الخاص بسن الفطامين وأسبوعنا هنا أيضا السابع المنطلق على أرضية هذا الميدان برعاية نادي دبي لسباقات الهجن وما هي إلا لحظات وينطلق الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الفطامين لمسافة 1500 متر وننوه للأخوة الراغبين بالاشتراك في السباق القادم بأن انطلاقة الأشواط سوف تكون في تمام الساعة 5:30 إن شاء الله تعالى في السباق القادم سوف تكون الانطلاقة في 5:30 بسم الله وعلى بركة الله ها هي الانطلاقة للشوط الأول الرئيسي انطلاقة سليمة انطلاقة موفقة هنا على أرضية هذا الميدان نتابع معكم هذه المسيرة نتابع هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة هنا نشرة على الصدارة على المركز الأول حمد بن سعيد بن محمد العويسي هناك شواهين عبد العزيز بن حسن بن غليطة الغفلي على ثاني المراكز وفي المركز الثالث خطيرة مصر بن سالم بن مصر بن قبعة المنصوري والقادمة هنا معزة حمدان بن سعيد بن راشد العويسي من تنطلق رابعا وفي المركز الخامس هناك الانطلاقات والتحديات في هذا الأداء من المايدية لمحمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى نعود إلى نشر المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة في هذا الأداء المميز الجميل لحمد بن سعيد بن محمد العويسي هي المنطلقة بتحدي المنطلقة بالإثارة وهنا خطيرة خطيرة على ثاني المراكز تسيطر لمصر بن سالم بن مصر بالقبع المنصوري هنا على ثاني المراكز بهذه التحديات الجميلة وهناك المادية لمحمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري ولكن نشرة 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 انشرت بالشوط انشرت بالناموس انشرت بالسلام لأهالي الرفيعة هناك بهذا الأداء المميز الجميل شكرا يا أبو محمد هي نشرة بدون أوامر عصاها في البطان تقدم عرضها المميز للسيد حمد بن سعيد بن محمد العويسي على الصدارة على المقدمة سلام للسلطنة سلام سلام للرفيع السلام على هذا الأداء المميز الجميل بدون أي أوامر تذكر ولحظة وصوله إلى خط النهاية خطيرا المصر بن سالم بن مصر بن قوبع ثانيا المركز الثالث المايدية محمد بن مطر بن محمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري وهناك شواهين عبد العزيز بن حسن بن غليطة والتوقيت الزمني الذي سجل 2:11 تهانينا وناموس الحمد بن سعيد بن محمد العويسي على فوز نشرة في الشوط الأول الرئيسي